بسم الله الرحمن الرحيم، معاكو خالد دوت واي دوت زاكي تشانل، وهنا ببتدي معاكو حاجة جديدة بقدمها للناس كلها، برنامج هسميه كاركتر ديفلوبمنت فور اول، تنمية الشخصية للجميع، وهيكون متعدد المواضيع وكلها مواضيع الساعة والحاجات الحديثة اللي بتحصل حوالينا وازاي نطور نفسنا. انا بتكلم على المستوى الاجتماعي والعاطفي والفكري. ان شاء الله تستفيدوا، ودي للكبار والصغيرين. بحكم شغلي انا اساسا يعني خبرتي مع طلبة ثانوي، فهو طلبة ثانوي، وطبعا رؤيتي واسعة جدا كانت لأولياء امورهم، فده برنامج تطوير الشخصية للجميع، للصغيرين والكبار. ونبتدي الموضوع الاول وبنقول Can people fall out of love؟ طبعا بالانجلش الاسم قوي جدا، people fall in love بيقع في الحب، fall out of love عكسها بالعرب مفيش ترجمة حرفية، هنقول هل يمكن ان ينتهي الحب من القلوب؟ زي ما بتقع في الحب هل ممكن تخرج براه وينتهي؟ هنشوف معانا يعني اللي بيحصل ونتكلم مع بعض. فكروا كده، نجاوب على السؤال مع بعض، ولو عندكم حاجة تقولوها بعتوا ردوا. Can people fall out of love؟ هل انت تعتقد ذلك؟ هل انت تعتقدي ان الواحد بيحب حب قاتل مميت فتاك وبعد كده الحب بخ، لا خلاص مفيش حب؟ طب لو بيحصل كده بيحصل ازاي وليه؟ خلينا مع الاحداث اللي هنا. شافته نظرة، فابتسامة، تسبيلة عينين، اتعرفوا، اتكلموا، تشات على النت، رسائل بحبك بحبك، اتقابلوا، حبوا بعض، حب سخن، مش قادرين الحب بيتقابلوا بيحبوا، ومكالمات وطارين من الفرحة، والكيمياء مع بعض بقت حاجة واحدة، وهرمون الأوكسيتوسين طلع خالص، والدوبامين طلع خالص. طبعا دي في كيمياء في الجسم تشتغل لما الواحد يكون في حالة حب، ودول من الهرمونات، في طبعا هرمونات تانية كتيرة لكن دول أشهرهم وأعرفهم للناس اللي هم مش دكاترة. طب الحب من أول نظرة ده اللي قلب حب سخن كده، ده تفتكروا ده لاست يعني شهوة، ولا رومانسية وعواطف، وارتباط؟ هل هو ارتباط؟ هل هو شهوة؟ هل هو رومانسية؟ تفتكروا انتوا ايه؟ الحب من اول نظرة ده العارم الجارف اللي بيشيل واحد يهبده من فوق لتحت، يطيره السماء وينزله في الارض، وبيبقى شاغل باله 100% ومش عارف يعيش غير لما يفكر في اللي بيحبه. ده مين فيهم؟ ايه المؤثر الجامد قوي ده اللي جواك اللي خلاك تبقى عامل كده؟ هل هي الشهوة ولا الرومانسية ولا الارتباط وقوته، رغبة الارتباط؟ تفتكروا ممكن الحب ده يستمر ولا بتبقى فترة معينة وينتهي؟ طبعا بيبتدي نوع الحب ده. بحكم شغلي انا اساسا يعني خبرتي مع طلبة ثانوي، فهو طلبة ثانوي، وطبعا رؤيتي واسعة جدا كانت لأولياء امورهم، فده برنامج تطوير الشخصية للجميع، للصغيرين والكبار. ونبتدي الموضوع الاول وبنقول Can people fall out of love؟ طبعا بالانجلش الاسم قوي جدا، people fall in love بيقع في الحب، فول. طيب لو الحب من اول نظرة ده عدى وقت، بحبه يا بابا بحبه يا ماما مش قادر اعيش من غيرك، تحت ضغوط عنيفة منهم على اهاليهم، اهاليهم رضوا ان هما يتجوزوا ويرتبطوا، اول سنة سعادة ما بيخرجوش من البيت، فرحانين ببعض، انا اتقلبت الموازين، سنة اولى حب خلصت، سنة اولى حب
حب ورومانسية وكل حاجة، بعدها قلبت سنة أولى نكد. طب ليه الحب الجارف القوي ده ممكن يقلب نكد؟ يعني احنا نفكر كده مع بعض، ازاي بحب قوي بالقوة دي؟ واكيد كلكم من اول الصغيرين لغاية الكبار مروا بالحب الجارف الفتاك ده، ازاي ممكن يتحول لنكد؟ ايه اللي خلى الحب يتحول لنكد في الحياة؟ او ايه اللي بيخلي النكد يظهر؟ ما دام اتقلب نكد يبقى الناس بتضرب بعض بطاقة سلبية، ويتحول الحب الى صراع ومبارزة واختلافات، كل واحد بيظهر اختلافاته. مثلا انت، انا هقعد اوضب لك كل حاجتك كل يوم، انت بترمي حاجتك ليه؟ طب انت ما توضبيهاش ليه؟ طب انا برجع ما بلاقيش اكل، طب انت ما تعمل لك حاجة في البيت كلها، لا ما تعمل انت، لا ما تعمل انت، لا ما توضب انت، لا وضبي انت، لا دي ما بقتش عيشة، انا مش عارف اعيش في البيت ده، انا رايح بيت ماما، روح يا اخويا عند ماما، خلي ماما تنفعك، انت ما عندكش احساس، انت ما تحسش بيا، انت مش عارف ايه، انت ايه. اتحولت بقى لمبارزة كلامية عنيفة فيها حالة غضب، واثناء الغضب الواحد بيقول كلام المفروض لو فكر ما يتقالش، ويسيب البيت الراجل ويروح بيت امه عشان يتدلع شوية، ياكل اكله من غير ما يغسل المواعين، يتغسل له هدومه، يلاقي بقى الخدمة كلها مفيش بقى النكد، وكانت تعمل انت عاملي، انت ما تعملش، انت ما تعمل، الكلام ده كله ترشيء بعض بالطاقة السلبية، وتقول له طب روح هناك بقى، طب لا طب لما تيجي تبيكلميني، هي بقى تغضب وتروح مديله كلمتين زيادة، هو يشيلهم في قلبه ويرجع ويبعدوا عن بعض شوية، ويفتكروا اللحظات الجميلة اللي عاشوها مع بعض ذكريات، فبعت لها رسالة لان بقى قلبه حن عشان افتكر اللحظات الحميمة اللي كانت السنة اللي فاتت، يعني مش من اول مرة هينسى ولا هي، فقلبهم يحن فيتقابلوا ويتصالحوا، انا اسف يا حبيبتي، انا اسف يا حبيبي، وتعمل له الدينر وتولع له شمعة، وما فيش كام يوم انت انتي انتي انا، والكلام ده كله يرجع تاني، هات شغالة في البيت تشتغل، انا مش الشغالة بتاعتك اللي انت جبتها، هتعمل لك حاجتك، ايه طريقة الكلام دي، احنا ما تعودناش نتكلم كده، هوبا تخ 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 تاني، ساب البيت راح عند امه، هو بقى راح عند امه، وبعده برضو شطبوا بعض تاني، والصراع كبر، ده لسه ما خلفوش، ده الكلام ده ممكن يكون قبل الخلفة، ده بعد الخلفة الكلام بيبقى اكبر بكتير قوي لو المسألة ماشية بالطريقة دي. بعد كده بقى هو ممكن في البيت لوحدها، بيخرج بره يقعد مع اصحابه، يسهر، يبعد عن النكد، هي درجة النكد تتصاعد، تقعد تعمل سيلف توك، تكلم نفسها، تقعد تشحن نفسها، تشحن نفسها بطاقة سلبية عدوانية هجومية، من البيت على عايز بقى محدش يشوفه، اللي هي مستنياه دب طخ طخ دب دب طخ طخ دب، اوبا المسألة بقى، لا عارف يعيش في سلام ولا يرجع يتبسط بره، يرجع البيت يلاقي ايه اللي خلى الدنيا كده. طيب ايوه، الناس ممكن تخرج بره الحب ده، يعني مفهوم بالانجليش، هما اول سنة لما حبوا بعض شافوا بعض ايه الاعجاب ده، او في الواقع الاعجاب ده الجامد او الجارف ده ما هو الا شهوة جنسية، اول حاجة في سن المراهقة او في سن بعد المراهقة بشوية، يبقى الانسان جواه طاقة حب، عواطف كده لسه حاجة مولودة جديد جواه جارفة، فبيعدي شخص قدامه، فبتروح طاقة الحب دي لابسة في اللي قدامه، فيبقى الحب لبس في الشخص ده، يبقى حب ده مفيش تفكير، مفيش مخ، المخ اتلغى، المخ اتلغى، يبقى شطبنا على أرضية القدرة على التفاهم، ما حصلش تفاهم، ما حصلش positive communication، ما حصلش تواصل مخ مع مخ وحوار عشان كل واحد يفهم مخ التاني، فيقدر نفهم بعض ونتأقلم على بعض، عشان لما تحصل مشاكل نعرف ازاي نتكلم مع بعض بطريقة ايجابية فعالة، مش ان احنا نقلبها
طريقة سلبية ومبارزة وإهانة ورمي اتهامات ورمي اتهامات ورمي اتهامات، ونتكلم من غير ما نفكر ونجرح في بعض، وبعدين ينتهي الموضوع ان كل واحد يروح في حاله ويتحول الحب الكبير ده لتجربة مريرة زي الزفت. يبقى احنا محدش ادى للتاني مساحة تفاهم، ولما قامت المشاكل اول حاجة الكلام، اللسان. اللسان ده سلاح جبار، ممكن يحول اي حب للعكسه. يعني الواحد لما يكون بيتنرفز ومعرفش يمسك لسانه ده، عنده يبقى عنده قدرة ان هو يقدر يحول اي حب العكس الحب تماما، واي مشاركة لا مفيش مشاركة مفيش حب، باي باي، ما ملوش لازمة. اللسان ده سلاح حاد، عشان كده الواحد لازم يقعد يمرن نفسه زي يقول كلام لطيف. طبعا دي ده مثل مشهور اللي قاله مكتوب تحت: speak when you're angry and you will make the best speech you'll ever regret. اتكلم وانت في حالة غضب وهتتكلم كلام كله ندم بعد كده. فطبعا المفروض الانسان لما يكون في حالة غضب يقفل بقه، يبعد، يخرج برا الأوضة، هتكلم بعدين، ما يتكلمش، يخرس خالص. ده بقى في البيت، في الحب، في الشغل، المدير الغفير، اي حد المفروض يعرف كده كويس قوي. وبعد كده الحلقات الجاية فيها anger management، السيطرة على الغضب، وازاي نتكلم ونكون ايجابيين. بعد كده بقى هو ممكن في البيت لوحدها، بيخرج بره يقعد مع اصحابه، يسهر، يبعد عن النكد. هي الحب برضو له تأثير على طول، مفيش حوار، في اتهامات. تاني حاجة مشكلة بعد اللسان ان ما كانوش بيسمعوا بعض كويس، يفهموا بعض، لان الحب الجارف ده اشتغل من غير ما حد يتكلم مع التاني. فتحول بعد كده الحياة، اول ما ابتدت الحياة بجد بقى تحولت لمبارزة، كل واحد دوره ايه في الحياة ما تفهموش عليها، كل واحد مسؤولياته ايه، ولو حد وقع التاني يشيله ولا ما يشيلوش، ولا ايه الحكاية يعني. يعني حد وقع محتاج دعم من الاخر، دعم عاطفي، دعم نفسي، يصبر عليه شوية، لازم يكونوا فاهمين بعض وبيحسوا ببعض، غير كده مش ممكن تكمل الحكاية ابدا. طبعا طبعا النكد، محدش ادى للتاني مساحة تفاهم، ولما قامت المشاكل الطرف التاني طبعا طلاق، طلاق بطلاق، ويبقى الموضوع خلص على كده. ليه؟ لان احنا ما شغلناش مخنا، ما عملناش تواصل ايجابي. كل واحد في الفترة الاولى من الحب حاول يظهر احلى ما عنده، والانسان ما عندوش كل حاجة حلوة جواه، كل واحد جواه شوية حاجات حلوة وكتير قوي من الحاجات السيئة. طيب احنا ازاي بقى نخلص الحاجات السيئة من جوانا؟ ده هيكون موضوع حلقات جاية لكل البني ادمين في كل الاعمار. ولازم نفهم ان الحب الاولاني ده لازم يخش فيه مخ، لازم يخش فيه كلام وحوار، لازم يكون فيه مساحة للتفاهم، لازم كل واحد يدي التاني مساحة في حياته. يعني مبقاش انت مثلا بتحب واحدة بتحبك، فلازم بقى تبقوا لازقين لبعض كل يوم، كل واحد عارف صحي ازاي وحس بايه وعمل ايه، وعنده مغص ولا ما عندوش مغص، ولما كل الاكلة دي وانت ما جبتش ليه معاك، وانا جبت لك معايا ليه، وانت فين وانا فين، وانت مش عارف ايه، وانت انت ليه قلت كده، وليه كلمت دي وليه ما كلمت إيه؟ لا 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 لا، الحاجات دي كلها ثقافة سلبية لازم نطلعها من دماغنا، ولازم نفهم. طبعا الثقافة السلبية دي هنخش فيها في مواضيع حلقات جاية. ولازم الدين قال لنا بقى، الدين قال لنا اعفوا وتسامحوا والكلمة الطيبة، وقال لنا نعمل مع بعض حوار ايجابي. طبعا هي جت بصيغة تانية، لكن الناس لازم تتفاهم وتعفو وتتسامح عشان تعيش في سلام. دي حاجة مهمة جدا. يبقى الحب بتاع اول نظرة بتاع المراهقة ده سيبكوا منه، يتزبطوه وتشغلوا مخكوا، يا اما سيبكوا منه، هي تجربة هتعدي، ما حدش بقى يلزق بقى فيها. سواء برضو ساعات الكبار بيجيلهم حالة حب مفاجئ كده، برضو لو مفيش مساحة تفاهم وحوار وكل واحد يفهم التاني، ما اجيش بقوله انا لما اتجوزها هغيرها، انا لما اتجوزه هغيره، لا مفيش حد بيغير حد. ممكن الواحد يتطور كده شوية 10% 20% 40%، لكن حد يعمل يخلق بني ادم على مزاجه، دي حاجة ما اتخلقتش لسه. ف
يعني يا ريت بس ان احنا لما نحب لازم نتفاهم يعني كل واحد يشوف عيوب التاني ويشوف ممكن يستعملها قد ايه، واللي عنده عيوب يحاول يخليها مش عيوب او ما يظهرهاش قوي، يبقى فرحان بنفسه جدا هو بيطلع اوحش ما عنده. لا، حاول دايما تطلع الطف ما عندك وهي تطلع الطف ما عندها، والحاجات السيئه او الابداع الاخر نقللها شويه، والتفاصيل بتاعت حاجات تانية جايه في كورس الايموشنال انتليجنس والانجر مانجمنت اللي هيجوا بعد ده. اخر حاجه هقول لكم دي جمله من على النت بتقول رأي، طبعا انا لا معاه ولا ضده، هو رأي يعني بصراحه لفت نظري. تقول relationships are like glass، العلاقات دي زي الازاز. Sometimes احيانا it is better to leave them broken، سيب الازاز مكسور، than try to hurt yourself putting it back together، عما تحاول تجرح نفسك وانت بتحاول تلم الازاز عشان تصلحه. يعني العلاقات زي الازاز، لما الازاز بيتكسر سيبه مكسور، ما تحاولش تصلح الازاز عشان وانت بتصلحه هتتجرح. ده رأي حد كان كاتبه على الانترنت، ما يعني مجهول، وشوفوا انتوا ايه رأيك في الرأي ده، هل ينفع العلاقات اللي بتبوس خالص دي تتصلح؟ انا رأيي ان ينفع تتصلح لو ناس بتعرف تلم المشاكل وتتفاهم وتعفو وتتسامح وتعمل حوار ايجابي، يبقى عندها رغبة انها تكمل المسيرة بسلام، وكل واحد يراعي مشاعر الاخر في حدود المسؤولية. كل واحد يبقى عارف ان في مسؤولية، هي مش بس كده هي بحبه يا بابا بحبه يا ماما اوبا نتجوز يلا، لا هي مش كده خالص. اتمنى تكونوا استفدتوا يعني من اللي بقوله، وابعتوا ردوا على الكلام ده، وجود لك، اتمنى لكم حب وحياة سعيدة. خالد زكي.